أهلا بكم. كلنا طبعا شفنا يوم الأحد الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح موسم حصاد القمح، والحقيقة إن هذا التطور الكبير في مسألة القمح وتطوره جاء نتيجة مجهود كبير على مدار السنوات الماضية وبتوجيهات القيادة السياسية، حيث نجحت وزارة التموين في زيادة الساعات التخزينية للأقماح داخل الصوامع إلى ما يقرب من 3.6 مليون طن بعدما كانت لا تتعدى 1.2 مليون طن عام 2014 بالصوامع. هذا بالإضافة إلى الساعة التخزينية للناجر والبناكر التابعة لوزارة التموين وللجهات المسوقة ليصل إجمالي المساحات التخزينية للقمح لما يقرب من 5.5 مليون طن. حقيقة إنه هذا الموسم دخلت 6 صوامع للخدمة، منها 4 صوامع في محافظة الشرقية وصومعة بالعدوى بمحافظة المنيا، وجاري إنشاء 60 صومعة على مستوى الجمهورية بساعة تخزينية تصل إلى 10,000 طن للصومعة الواحدة، وتأتي إنشاء تلك الصوامع الحقلية لأهميتها في زيادة الساعات التخزينية ولمساعدة المزارعين على توريد الأقماح من الحقول الزراعية القريبة من الصوامع الحقلية وكذلك تقليل معدلات الفاقد. ويتم استلام القمح لصالح هيئة السلع التموينية وذلك لجميع الأصناف المزرعة محليا، شريطة أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط، ويتم الاستلام خلال نقاط الاستلام التي يصل عددها إلى 420 نقطة. وزير التموين الدكتور علي المصلحي أيضا وجه قيادات الوزارة بتسهيل عمليات توريد القمح وتذليل جميع العقبات أمام المزارعين والموردين لتوريد القمح المحلي. أيضا تقوم الأجهزة الرقابية بوزارة التموين بتسيير حملات يومية على مصانع الأعلاف والمزارع السمكية للتأكد من عدم وجود قمح محلي بها يستخدم في صناعة الأعلاف، كما حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية نقل القمح من مكان لآخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية. أيضا يتم السداد الفوري للمزارعين موردي القمح لمستحقاتهم وبحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام، وتم إعلان الحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إرادتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مخلوط بالتبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازاته بقصد الاستخدام. أيضا بيحظر على أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي أو حيازده بقصد الاستخدام، مع قيام أصحاب القطاع الخاص المنتجة للدقيق حر والمسؤولين عن إدارتها تدبير احتياجاتهم من الأقماح المستوردة، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين. كده نكون وصلنا لنهاية هذه التغطية، بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا على المتابعة، كنت معكم أنا منى يحيى وإلى اللقاء.